ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Mr. عبد اللطيف؟ This is Belen. Inshallah, we'll do in this month Surah Al-Isra. And now I recited from 1 to a number 3. Listen to me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Inshallah, we'll do all of the surah together, inshallah. Jazakum Allah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.